الأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاع حاد اليوم الاثنين، حيث ارتفعت مؤشرات الداو الآجلة بما يزيد عن 100 نقطة، ليبدأ المستثمرون آخر أيام التداول قبل عطلة عيد الميلاد. أما العملات فلا يزال الدولار في تصاعد. الدولار أمام اليورو والذي سنركز عليه اليوم، فتقف العملتان دون مستوى المقاومة عند 1.0885 وتبقيان على الجانب السلبي. مواقع البيع القصيرة دون مستوى المقاومة عند 1.0885 مع أهداف عند 1.0825 و 1.0795 في الامتداد. الدولار أمام الجنيه الاسترليني أعلى بنسبة 0.11% عند 1.491. العملتان تقفان دون مستوى المقاومة عند 1.495 وتبقيان على الجانب السلبي. الين أمام الدولار أعلى بنسبة 0.04% عند 121.20. العملتان تقفان دون مستوى المقاومة عند 121.75 ولا تزال على الجانب السلبي. أما المعادن الثمينة فلا تزال على الجانب العلوي، حيث يتحول الذهب في الاتجاه الصاعد فوق مستوى الدعم عند 1062. مؤشر الـ RSI أيضا في ارتفاع، عملية الشراء طويلة فوق 1062 مع أهداف تصل إلى 1074 و1078 في الامتداد. الفضة على بنسبة 0.99% عند 14.52 للأونصة. Trading Central Web TV لو يلاكوا.